السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد مختار، معلم أول لغة إنجليزية. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، معنا النهاردة يونيت 2 ليسون 5، الدرس الخامس، بيج 19، صفحة 19. بنفتح مع بعض الكتاب. أول حاجة بيقول لي look at the photo and answer the questions، انظر للصورة وأجب على الأسئلة. Where are the children؟ أين يكون الأطفال؟ يا ترى الأطفال دول موجودين فين؟ طبعا أكيد at school، at school في المدرسة. طيب do you think they are talking about، هل تعتقد هما بيتكلموا عن؟ يا ترى their hobbies، هواياتهم، the timetable، جدول الحصص، their favorite food، طعامهم المفضل. في رأيكم هما في المدرسة هيتكلموا عن إيه؟ Yes the timetable، طبعا we think they are talking about the timetable، عن جدول الحصص. Listen and check your answers to exercise one. طيب هنسمع كده الحوار اللي دار بينهم ونرجع مرة تانية. There's the bell. What subject have we got next? Let's look at the timetable. We've got computer studies next in the hall. Hooray! Computer studies? I'm not very good at computer studies. I love it. It's my favorite. What's your favorite subject, Aya? I like science and languages. Are you good at languages? I'm quite good at English, and I'm not bad at French. Who's our English teacher this year? It's Mrs. Amal. Oh, good. She's really friendly. When have we got English? It's after break. What time is break? It's from 10:15 to 10:30. Let's meet in the playground and go to the library. Okay. طبعا لقينا ان هم بيتكلموا عن التايم تيبل، فعلا جدول الحصص. كومبليت ذا كويستشنز، اكمل الاسئله. وات سبجكت هاف وي جوت نيكست، ما الماده اللي عندنا بعد كده التاليه يعني. طبعا دي يا شباب كانت اجابتها هنا اهي، اتس كمبيوتر ستاديز نيكست، يعني دراسات الحاسب او الحاسب الالي التاليه. طيب 2، وات از يور، هنقول فيفوريت سبجكت، ما هي مادتك المفضله؟ الإجابة عندنا هتبقى I like science، أنا بحب العلوم. طيب 3، are you good at languages، هل أنت جيد في اللغات؟ طيب هنختار لها يا شباب I am quite good at English، أنا كويس إلى حد ما في اللغة الإنجليزية. And I am not bad at French، ولست سيئا في اللغة الفرنسية. طيب 4، who is our English teacher this year، من يكون معلم اللغة الإنجليزية لهذا العام؟ طبعا يا شباب في الإجابة هتبقى It's Mrs. أمل، إنها السيدة أمل أو الأستاذة أمل. 5، when have we got، متى يكون عندنا، إمتى يكون عندنا يعني، طبعا إيه عندنا يا شباب، English، لغة إنجليزية. الإجابة It's after break، بعد الفسحة. طيب يبقى what time is the break، يعني متى تكون الفسحة أو الساعة كام تكون الفسحة؟ فطبعا الإجابة عندنا موجودة It's from 10:15، الساعة 10:15، بين الساعة 10:15 أو من 10:15 to 10:30، للساعة 10:30. Where can bears use the questions in exercise 3 to ask and answer questions about your school day؟ هنا ممكن تسأل زميلك بقى عن يومك الدراسي. When have we got computer studies، متى يكون عندنا الحاسب الآلي أو دراسات الحاسب. It's after break، بعد الفسحة. Are you good at computer studies، طب هل أنت جيد في دراسات الحاسب. Yes I am not bad at it، يعني أنا مش سيء فيه، لست سيئا فيه. ممكن أسأله كمان What's your favorite subject، ما هي مادتك المفضلة؟ تقول I like math مثلا، بحب الرياضيات، وهكذا. شكرا جزيلا، وتابعونا في الحلقات القادمة.